عندي دين صيام 5 سنوات. أنا سألتها ما السبب؟ نشوفها هل هي زي ما تقول تكاسلت أم لا؟ قالت لا، لأنها تحمل وترضع، تحمل وترضع. ف5 سنوات ماذا تعمل يا شيخنا؟ نعم، إذا كان هي يعني في ذمتها قضاء رمضان، وكلما أرادت أن تقضي صار لها عذر يمنعها من هذا القضاء، وهي ذكرت الحمل على سنوات متتالية. إذا كان هكذا الأمر يعني لا شيء عليها إلا القضاء متى ما تستطيع ذلك ولو بعد 20 عاما، ولا فدية عليها كذلك إذا لم يكن في إمكانها أن تقضي في آخر شعبان الذي قبل رمضان، أي رمضان كان. نعم.